عندي تقرير عن هل بالفعل ان الأندية بيعتبروا جنة وان القطبين في بعض الاحيان نار لبعض اللاعبين. ده اللي احنا شفناه في البطولة دي لما ظهر الحقيقة عدد كبير من اللاعبين اللي تركوا أندية القمة زي حسين فيصل في الزمالك, زي مروان داود لما ساب الاهلي ورجع تاني نادي الشمس, زي مثلا مروان حمدي المهاجم اللي ساب الزمالك وطلع على سموحة. نتابع التقرير ونرجع تواصل مع حضراتكم. لا تحزن, فجنة الأندية الأخرى أفضل من نيران دكة الأهلي والزمالك. كلمات مجازية قالها القدر لاكتشافات البرتغالي كارلوس كروش الذين أصبحوا حديث جماهير الكرة المصرية ومحط صراع أندية القمة. البداية كانت مع النجم الشاب حسين فيصل الذي تلقى صدمة الاستغناء عنه في نادي الزمالك بخطاب عبر البريد لينضم مجانا إلى نادي سموحة ويخطف أنظار البرتغالي ويصبح أحد نجوم المنتخب المصري في كأس العرب. أما أسامة فيصل نجم الزمالك الشاب فقرر الهروب من دكة كارتيرون ليخرج معارا إلى البنك الأهلي ليثبت ذاته ويحجز لنفسه مقعدا في قائمة المنتخب. الوضع نفسه ينطبق على الحارس محمد صبحي والذي يعد مستقبل حراسة المرمى في الكرة المصرية, فخرج معارا إلى نادي فاركو ليواصل تألقه ويصبح بعدها الحارس الثاني في المنتخب بعد محمد الشناوي. أما أحمد رفعت فقد وجد نفسه أخيرا بعد رحلة طويلة من الإعارات انتهت باستغناء الزمالك عنه ليتألق مع المصري البورسعيدي وبعدها مع فيوتشر ليصبح بعدها البديل الرابح للمنتخب في كأس العرب. أما محمد عبد المنعم مدافع الأهلي والمعار لفيوتشر فقد قرر مواصلة الهروب من دكة القلعة الحمراء بعد أن كان معارا لسموحة الموسم الماضي ليجني بعدها ثمار ذلك بالانضمام إلى قائمة المنتخب في كأس العرب ويشارك أمام الأردن. وأخيرا مروان داود الذي انضم لقطاع الناشئين بالأهلي من نادي الشمس مقابل مبلغ زهيد 15,000 جنيه, ثم تم الاستغناء عنه مجانا ليعود إلى الشمس مجانا ويتم بيعه لإنبي مقابل 600,000 جنيه ليحمل خلال أشهر قليلة صفة لاعب دولية ويشارك مع المنتخب في كأس العرب بل ويحرز هدفا في شباك الأردن. اختيارات كيروش كشفت عورات الأهلي والزمالك وأثبتت أن أصحاب القرار في حاجة لمراجعة أنفسهم من جديد.